كابتن شريف عبد الفضيل نجيب نجم النادي الاهلي السابق، كابتن شريف يعني الف مبروك. تقريبا الاهلي بقى بيشكل عقده للوداد ولا ايه؟ اكيد طبعا استاذ رجاء، تحياتي ليك والكل، ونقول مبروك لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان، والجمهور مصر على وجه العموم، ومجلس الاداره واللاعبين على الضغط الرهيب واقتناص البطوله اللي يعني الصعبه جدا رغم الاجواء اللي خارج الملعب واللي داخل المستطيل الاخضر. من انا عشت الاجواء دي كتير يا استاذ رجاء في بطولات افريقيا. انا واخد الحمد طبعا لله، طبعا حضرتك يعني الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي طبعا الحمد لله، انا واخد اثنين افريقيا، فعارف يعني ايه اللعب في شمال افريقيا بالذات المغرب العربي الشقيق. الحمد لله يمكن رغم كل الصعوبات دي قدرنا نحقق المستحيل الحمد لله، والكره عادله، خلي بالك يعني الكره فيها عدل. بس في اوقات كابتن شريف يعني كان الاجواء كانت صعبه شويه، او حسينا ان احنا الاهلي بيحارب كذا طرف. يا استاذ رجائي انا بقول لحضرتك ان الموضوع صعب جدا. ليه بقى؟ لان انت الماتشات اللي زي دي لو بصيت الحكم ما بيديلكش فرصه ان انت بتشتغل في الجيم حتى. ده حقيقي. بتنقل نقلتين ويصفر. ده حقيقي. لعيب يقع، الجمهور يولع شماريخ ويوقف اللعب، يهديك، يموتك نفسيا. ولكن الحمد لله بعد اجراء التغييرات بالذات في الشوط الثاني والدفع بالعناصر اللي قدرت تعمل عمليه تدوير للكوره بشكل كويس. لو خدت بالك استاذ رجايب قبل الجون ما نجيبه من ضربه الركنيه بتاعت علي معلول، عمليه التمرير الكتير تمت بعد الدقيقه حاجه و70، او يعني كنا خلاص داخلين على الدقيقه حاجه و70، بدانا نمرر كتير بعد ما تمت التغييرات بشكل كويس. وقدرنا الحمد لله ان احنا يجي لنا كورنر لان نزلت عناصر تقدر تمسك كوره بشكل كويس. انا كان نفسي التشكيل اللي يبدا يعني يبقى في بعض التغييرات شويه، لان برضه فرقه الوداد انا مش شايفها احسن حاجه، مش الفرقه الرهيبه يعني كنا نقدر نكسبها هنا ونريح نفسنا وهناك. بس هي طبعا الحمد لله ونقول مبروك طبعا للجماهير كلها. يعني تقريبا ما الذي دار ما بين الشوطين؟ مارسيل كولر قال ايه للاعيبه النادي الاهلي ما بين الشوطين اللي ممكن يكون غير شويه في شكل اداء النادي الاهلي يعني من الشوط الاول على الشوط الثاني؟ انا اقول لحضرتك هي بهدوء تام وباختصار الهدوء. لازم احنا نهدى، ما ننسقش للي هم عايزينه. هو كان بيعصبك، وبعد برضه انا يعني انا ممكن اقول بلوم شويه على مثلا حسين الشحات وهاني على الانفعالات والانسياق ورا الدور اللي هم عايزينك هو عايز ياخدك في الحته دي، وهم للاسف إيه نجحوا فيه بامتياز. يعني خدوا 10 على 10 صراحه. فريق الوداد المغربي خد 10 العلامه الكامله، 10 على 10 في ان هو نجح ان هو يستفز مش بس على فكره حسين الشحات ومحمد هاني، كل اللعيبه. انا دول اكتر لعيبه، لان برضو انت في لعيب الوداد واقع رقم تقريبا اللي خد انذار بيقع عشان ده وقت واخد الكره في حضنه. فانا يا محمد هاني المفروض يبقى عندي خبره بهدوء، ما اروحش انا بقى بانفعال واخد الكوره والحكم هيساعده. الحكم هيساعده. بس الحمد لله بالتغييرات الحمد لله تمت بشكل سريع الحمد لله، يعني ما تاخرتش كالعاده، وقدرنا الحمد لله بالتغييرات السريعه دي، لان احنا عندنا عناصر لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه خبرات، لعيبه دوليه كلها تقدر تصنع الفارق. والحمد لله ده اللي قدرنا عليه وده اللي نجحنا فيه. كابتن شريف يعني من العادة أنا ممكن ان احنا بسهوله يعني ان احنا نطلع ممكن مين نجم المباراه، بس الماتش النهارده صعب ان انت تطلع نجم المباراه، تتفق ولا تختلف؟ انا بقول الماتشات دي بتبقى الضغط العصبي كبير جدا على كل اللعيبه وكل العناصر. انا شايف نسبيا هو ديانج هو افضلهم النهارده. اليو ديانج كان افضل العناصر الى حد ما، كان متماسك، عامل مجهود عالي جدا، هو الوحيد اللي كان بيقدر يدوس على الكوره وبينقلنا للثلث الثاني بتاع الخصم. كان علينا دايما الماتشات الكبيره، لو خدت بالك فريق مانشستر سيتي امبارح الضغط العصبي اللي اتحصل على اللعيبه كمان بعد خروج دي بروين حصل ستريس على اللعيبه بشكل كبير جدا. تمام. فدايما الماتشات النهائيه دي انت مش هتدور على مين احسن لعيب قد الحمد لله المجموعه كلها. انا بكلمك الماتش النهائي ده ما بيحسبش الماتش بس، انت بتتكلم على طول البطوله انت عامل ازاي. ده حقيقي. فالحمد لله تم التتويج وتم حسم البطوله ال 11 الحمد لله للنادي الاهلي. يعني في بيتها الطبيعي يعني كسب البطوله. الحمد لله. كابتن شريف حضرتك كنت يعني مدافع هداف.
النهارده الحمد لله يعني كابتن محمد عبد المنعم عمل اداء ولا اروع وهدف ولا اروع، هدف البطوله. ده حقيقي، ده حقيقي. تقول له ايه؟ اقول له عبد المنعم انت يعني الحمد لله يمكن انت بتسطر التاريخ وليك مستقبل كبير جدا. عبد المنعم من ولادنا في النادي، من قطاع الناشئين، خريج قطاع الناشئين في النادي الاهلي. عبد المنعم عنده قدرات مهاريه، لان انا عبد المنعم في بعض الصفات كانت مني، عنده الكره، عنده سرعه، عنده جامبنج، عنده لعيب كره كويس، عنده ثقه في نفسه، كل المميزات. ان انا قريب حاجات طبعا مع اختلاف طبعا فروق فرديه اذا كان ليا او ليه، ولكن عبد المنعم يقدر يسطر ده لو التزم وانضبط وطور من نفسه في تفاصيل صغيره، حاجات بسيطه جدا في الوقف. ان في واحده الشوط الاولاني هو ثبت نفسه، لو خدت بالك منها الشوط الاولاني بالذات الراجل قدر يعدي نفس الجون اللي جاي فينا هنا في القاهره، ثبت نفسه يقف دايما على كعاب رجله، بس هي محتاجه ازاي عمليه ازاي وقوف على مشط رجل بشكل كويس وازاي يكمل، حاجات تفاصيل في الكوره يقدر يطور من نفسه فيها. كل دي حاجات سهله، عمنا هيبقى في حته ثانيه خالص، لانه عنده ميزه عاليه جدا، عمليه الارتقاء وعمليه التهديف بالراس طبعا، والسرعه طبعا، وبيسموها الاكسلريشن يعني التسارع، ان هو بيبدا من صفر ل 100. عنده سرعه وعنده قوه طبعاً، وعنده كوره وعنده قدرات ذهنيه على اعلى مستوى، وعنده ثقه في نفسه كبيره جدا. كل دي حاجات بتبقى دايما للمميزين. بس اكيد فنيا كابتن شريف، لما كابتن مجدي قفشه نزل، اعتقد مارسيل كولر غير في تمركزات اللعيبه. انا شفنا بيرسيتاو بدل ما كان على الطرف اليمين شفناه في وسط الملعب، فاعتقد هو غير الاداء التكتيك بتاع النادي الاهلي. بص خلينا نقول الماتش ده يمكن هو اللي، بس هو كان، انا برضو كنت مش عايز قفشه ينزل قوي كده، هو الغير التكتيك. لو خدت بالك هو لما قفشه نزل قال لي بيرسيتاو انت خش لجوه الملعب، ده عمل التغيير الروتيشن هنا والاسلوب، وهو بقى نازل يغطي محمد هاني بالظبط كده. هو قفشه بدا هو اللي يخش ياخد الكوره من اكنه مركز ستة وينقلها عند بيرسيتاو في الحته بتاعت اكنه هو اللاعب رقم 10 عشان يقدر يوصل، لان بيرسيتاو كان مقفول عليه في الوينج، فدخله في عمق الملعب عشان يقدر ينقل الفرقه. ولكن الماتشات دي زي ما بقول لحضرتك هي كانت يا اما كوره ثابته من هنا يا اما ضربه ركنيه من هنا. هما الجولين كورتين ثابتين يعني. كوره يعني النهارده الماتش ده ما فيهوش كوره، ده حقيقي، ده حقيقي. تمام. انا بقول ان هو الفريق ده زي ما حضرتك قلت هو نجح وخد 10 من 10 الشوط الاول، ويمكن 10 دقائق كمان من الشوط الثاني، ان هو بيجرك للي هو عايزه، هو ما بيلعبش كوره والحكم بيساعده، الاجواء والدخان بتاع الشماريخ والضغط الجماهيري والضغط واساليب لعيبه الوداد في الملعب. لو خدت بالك كل كوره الشماريخ كانت ممنوعه تقريبا، لا ده ممنوع عندنا احنا بس مش عندهم. طبعاً. يعني كنت احنا عندنا يعني. الحمد لله في نظام وفي سيستم وفي وانا شايف ده امن للجماهير عدم وجود الشماريخ والحاجات دي طبعا. يعني ما طبعا الامن عندنا منضبط الحمد لله والدنيا كويسه. اكيد انا طبعاً. الحاجات دي خطر جدا على الجماهير قبل اللعيب. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن شريف عبد الفطيح الفضيل، نجم نادي الاهلي في عصره الذهبي، عصر مانويل جوزيه. الف الف مبروك لحضرتك، الف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه.